اهلا بحضراتكم من جديد، وثلاثيه اهلاويه تفتح الطريق مجددا للبطوله الافريقيه. اكيد ثلاثيه جميله جدا، اسعدت الجماهير الاهلاويه كلها في كل مكان. شوط اول متوسط المستوى، لكن بتغييرات باتريس كالدرون الشوط الثاني اعتقد المستوى تغير شكلا وموضوعا، والاهلي اقتنص 3 نقاط احتل بيهم المركز الثاني في المجموعه بعد الترجي اللي بقى رصيده 7 نقاط بعد فوزه على كامبالا سيتي اللي كانت متقدمه عليه بهدفين، لكن انهى اللقاء ب3 اهداف مقابل هدفين. وكامبالا سيتي في المركز الثالث وتاونشيب في المركز الرابع. قلت لكم ان شاء الله الاهلي هيكون في المركز الثاني بعد هذه المباراه. ارحب بضيوفي الكرام مره ثانيه عشان نتكلم في هذا اللقاء الهام جدا. كباتن الكبار كابتن ماهر، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو. كابتن شريف اهلا بيك. كابتن مصر. كابتن ربيع اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ميدو. الف مبروك اول ليك. مبروك الحمد لله رب العالمين. يعني اعتقد المباراه خدنا الهدف منها، الشوط الثاني امتعنا كمان كجماهير ومشجعين. كالتيرون بيقول انا مدرب كويس فعلا، تغييرات مثمره. يعني اعتقد ميدو جابر احرز ضربه جزاء، جاب منها معلول الهدف الثاني من ضربه جزاء. اسلام محارب احرز هدف في الهدف الثالث. يعني تغييرات اثمرت على النتائج يا كابتن ماهر. هو نقول مبروك يا ميدو طبعا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مجلس ادارته والجهاز الفني اللي هو اول لقاء ليه النهارده. يعني الحمد لله رب العالمين. تاون شيب من الفرق اللي احنا كنا قلقانين وقلنا لو النادي الاهلي احترم هذه الفرقه ان شاء الله هيبقى في مكسب ومكسب عزيز، واحنا كلنا كنا متنبئين بفوز النادي الاهلي. التشكيله اللي كانت موجوده بدايه المباراه، اي نعم ممكن الشوط الثاني ما كانش بحلاوه، الشوط الاولاني ما كانش بحلاوه الشوط الثاني فنيا زي ما انت قلت يا ميدو في بدايه كلامك ان كان متوسط المستوى فنيا، لكن من خلال الهجمات اللي النادي الاهلي نظمها يمكن حوالي 4 5 هجمات كانت معظمها ايجابيه، اثمرت طبعا بالهدف الاولاني اللي احنا قلنا محتاجين الهدف الاولاني يدي ثقه للجهاز الفني واللاعبين، والحمد لله ازارو قدر ان هو يسجل الهدف، وهدف طبعا واضح جمله هنتكلم على كل الاهداف بشكل جيد. هنتكلم بعد ما نبارك للكابتن شريف، برضو كابتن شريف برضو قول لي وجهه نظرك في المباراه قبل ما نتكلم في تفاصيلها. هو الحمد لله على النتيجه، حاله اللعيبه ناقصه لياقه بتاعت مباريات رسميه. القرار والتحركات في الملعب كويسه، بس فيها شيء من التحفظ، فيها شيء من عدم المجازفه، فيها شيء امكانياتي كلها مش موجوده على ارض الواقع. لسه يعني برضو بقالنا كتير قوي، بقالنا كتير. كل التوفيق في التغييرات زي ما انتوا قلتوا للمدرب في التغييرين اللي عملهم، واحد جاب بينالتي والتاني جاب جول. حاسس بارهاق لعيبه، حتى الحارس بتاعنا عنده شد في اخر دقيقه. ووليد سليمان عمل مجهود كبير قوي اول هاف تايم الحقيقه، منفرد يعني مع جايه بعيد شويه بلياقته، بيحاول يحتفظ بكره كتير من الشوط الاولاني وما كملتوش الرؤيه والطريقه. لو انه عمل كورتين لازارو منها الهدف الاولاني بالزبط. بشكل عبقري يعني الحقيقه بالزبط. هو لعيب كويس قوي، انما دايما خلاص دخلنا جوه المباراه الرسميه والحمد لله زي ما تقول بقينا المركز الثاني. والسؤال هنا طبعا ان نستطيع ان نعدي الفرقه دي هناك في ارضها ولا لا؟ اعتقد انها فريق على قده قوي، احنا باللياقه المرتفعه بتاعتنا وبالتحكم فيه وخلاص قريناه كله وعارفين ايه الشكل، هو ممكن يزيد سنه على ارضه في ملعبه، انما احنا باذن الله هنكسب المباراه اللي جايه وبنقصي بقى كل الشكليات والشكل، حتى في مباراه تونس اللي هنروح هنلعبها قدام الترجي باي شكل من الاشكال هنكسب كامبانا باذن الله ونكسب الفرقه دي. وانا بطمن جمهور النادي الاهلي وبنطمن نفسنا انه اداء مش متوسط، اداء جيد، بس اللياقه البدنيه ان شاء الله هتكمل الصوره اللي احنا بنتمناها ان شاء الله. استاذنك كابتن ربيع، اخد كريم احمد معايا على التليفون. كريم احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، وببارك لك طبعا وببارك لكل نجوم الاستوديو التحليلي. جمهور النادي الاهلي مباراه النهارده بالفعل زي ما اكدنا وقلنا التركيز الكبير والحماس الشديد اللي احنا شفناه في معسكر فريق النادي الاهلي وقبل كمان انطلاق المباراه كان ليه تاثير كبير. حضور الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والمسانده دائما عكس زي ما شفنا في المباراه. جمهور النادي الاهلي النهارده ليه كل التحيه والتقدير على الالتزام الكبير النهارده في المدرجات، ما كانش خروج عن النص تماما، التزموا بيه التعليمات، وده الحاجه المميزه جدا النهارده. الامن اشاد بحضور الجمهور، اشاد بالتحفيز الكبير لجمهور النادي الاهلي في اللحظات اللي انا بكلمك فيها. يمكن الفريقين خلاص في غرفه التكال على الملابس، لكن احنا منتظرين طبعا الكابتن محمد يوسف يكون معانا، الكابتن سامي قمطان، الكابتن مصطفى كمال. لكن زي ما بقول لك النهارده المباراه عدت بنجاح زي ما
زي ما خطط فيها النادي الاهلي وزي ما خطط فيها مستر باتريس. والمباريات النهارده يمكن بعض الناس كانت بتقول المباراه صعبه لسه اول مباراه بالنسبه لمستر باتريس، لكن عندنا ثقه كبيره زي ما شفنا في ادائه وتكتيكه واسلوبه مع لعيبه النادي الاهلي، ودي حاجه اكثر من رائعه مع الكابتن مع مستر باتريس كابتن والكابتن محمد يوسف. واكيد في كل اللحظات هيكون معانا الكابتن محمد يوسف او الكابتن مصطفى كمال هيتكلم معاه كده، وانتم طبعا هتناقشوه عن النهارده المباراه كانت عامله ازاي، الاحداث كان عامل ازاي، لكن اكيد بنبارك الكابتن ميدو لكل نجوم النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. اكيد يا كريم. وشوف لنا محمد يوسف، كابتن محمد يوسف شوفوا، لان احنا عايزين نبارك له وكباتن عايزين يباركوا له وعايزين نساله في بعض الفنيات. هنستناك يا كريم مع ضيوفك الكرام اي وقت، اهلا وسهلا بيك، يلا بسرعه. نرجع نتابع مع حضراتكم لغايه لما كريم يحضر النجوم النادي الاهلي. كابتن ربيع برضو ابارك لك لان ما باركتلكش، وبرضه عايز رايك في الشوط الاول والثاني. مبروك لينا، مبروك للعيبه وللاداره طبعا وللجمهور. مبروك للعيبه مفيش كلام. ان بدايه انا شايف من وجهه نظري بدايه موفقه جدا جدا، نتيجه كبيره، ده غير الاهداف اللي ضاعت. بدايه موسم يعني الواقعيه الفنيه بشكل عام طبيعي جدا، ده زي الفل النهارده، مكسب ثلاثه وضيع اكثر من اربع خمس اهداف مؤكده بنسبه 100%. محقق بالظبط. بدايه جيده، احنا كنا عاوزين اهداف، عاوزين ثلاث نقاط، احنا خدنا الاثنين من وجهه نظري انا، على الرغم ان لسه في لعبه ما دخلتش، الاهلي النهارده دخل بعد 20 دقيقه في المباراه. بالظبط. بالك؟ يعني 70 دقيقه وصل وجال ولقى طبعا فرقة في الشوط الثاني بالذات بتندفع، عندها اندفاع هجومي، استغل كل ده. وشفت أزارو النهارده من وجهه نظر نجم المباراه، أزارو النهارده بيلعب بمزاج، بيلعب بحب كده، بيلعب برغبه، بيلعب بانتماء جميل جدا، مبسوط ووشه جميل جدا وهادي، وسجل هدف عالمي باستقبال جول. المجمل العام لما نتكلم الاهلي النهارده قدم مباراه كبيره، المجمل العام لحد ما ندخل في فنيات وسير المباراه. بالظبط. يعني قلت لحضراتكم ثلاث اهداف بثلاث نقاط اهلاويه رجعتنا تاني فعلا البطوله الافريقيه ورجعتنا بقوه كمان. وليد ازارو نجم المباراه، اعتقد الفريق الصيني هيزعل قوي ان هو ما خدش وليد ازارو، لكن وليد ازارو نجم عمل كل حاجه زي ما الكباتن اتكلمت. الكابتن ربيع قال ان هو لعب بمزاج، مزاج عالي قوي، كان نفسي الكره اللي في الاخر اللي عملها تشيب دي تدخل جون كمان، كان هيبقى جون مميز جدا. جاب جون وعمل جون، عمل اسيست لاسلام حارب الهدف الثالث. علي معلول نفسنا نرجع نشوف علي معلول، او نفسنا علي معلول يرجع تاني يقول لنا انا علي معلول. علي معلول كان بعيد تماما النهارده عن المباراه مع جونيور اجاييه، برده جونيور اجاييه عمل اسيست لوليد ازارو. لكن في المجمل العام زي ما قالوا الكباتن والكابتن ربيع قال، في المجمل العام مباراه اتت بكل ثمارها، خدنا الثلاث نقاط واقنعنا كمان، او اقنعنا باتريس كالترونو واللعيبه ان في شكل فني جديد وفي كمان تغييرات. يعني ميدو جابر كان بره الدنيا خالص، اسلام محارب نازل بشكل تاني خالص، ايضا ايمن اشرف نزل، يعني الدنيا اعتقد ان الامور ان شاء الله راحه في مسارها الصحيح. ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده اول ماتش بعد توقف كبير جدا، لكن الشوط الاول يا كابتن ماهر كان ضعيف المستوى شويه او متوسط المستوى، ايه الفرق اللي حصل؟ يعني احنا اتكلمنا قبل المباراه وقلنا ان اللياقه البدنيه وبدايه الموسم بعد فتره اعداد، ده الاخراج اللي حصل كمان بنحيي اللعيبه على الاخراج الشوط الثاني يا ميدو، تفوقوا على نفسهم. يعني احنا قلنا قبل المباراه قلنا ان اللياقه البدنيه وفتره الاعداد والمباريات الحبيه اللي لعبها النادي الاهلي مش كافيه. يعني انت محتاج عدد من المباريات عشان يبقى عندك الفورمه الرياضيه اللي تبدا تخش بيها من خلال بدايه الموسم. لكن طبعا هو الظروف، الاستشفاء اللي كان موجود والاجازه اللي كانت موجوده، وبعدين فتره الاعداد اللي اتبنت مع المدير الفني وجهازه الفني الجديد، بنحييهم بصراحه. ودي الثقه اللي احنا عارفينها عن لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني ومجلسه، ان اي متغيرات بتحصل لميدو في الشكل وفي الاداء، احنا على ثقه كبيره جدا ان هي دي لعيبه النادي الاهلي، هم دول ابطال النادي الاهلي. لما نحتاجهم نلاقيهم. فالنهارده كمان هم تفوقوا على نفسهم من خلال اداء متميز على مدار ال 90 دقيقه. يعني احنا كلنا اجمعنا ان الشوط الاولاني شوط متوسط فنيا، يعني اللياقه البدنيه والجمل التكتيكيه والمهاره الفرديه ما كانتش بالمستوى اللي شفناه في الشوط الثاني. وده اذا كان بيدل فبيدل على ان اصرار لعيبه النادي الاهلي اللي هي عايزه تنهي الجيم. يعني هدف واحد في الشوط الاولاني اللي ازاره، الجمله الجميله اللي اتعملت لجايه، الباص البيني اللي في ظهر مدافعي بتسوانا او تاون شيب، قدر ازاره بالاستلام الجميل في سكه الجول
يسجل هدف من الاهداف الجميله اللي اظهره السنه اللي فاتت. شفنا نموذج من هذا الهدف بيتكرر في جميع المباريات اللي سجل فيها اظهره. فانا عايز اقول لك ان الشوط الاولاني كان متوسط المستوى، لكن الشوط الثاني طبعا واضح ان لعيبه النادي الاهلي كان عندها اصرار وعندها دوافع ان هي تزود هدف واحد كان يقلقنا. يعني فرقه تاون شيب مش من الفرق المصنفه او فرقه ممكن تخوفك وتقلقك، لكن هدف واحد يا ميدو بيخوف بلغه الكوره. لكن طبعا الشوط الثاني لما قدرنا ان احنا نسجل الهدف الثاني حصل نوع من الطمانينه. يمكن انت عندك حوالي اكثر من 7 فرص الشوط الثاني عكس الشوط الاولاني. الشوط الاولاني يمكن 4 5 فرص هي اللي كانت ايجابيه على المرمى، سجلنا منها هدف واحد. لكن الشوط الثاني لعيبه النادي الاهلي تفوقت بشكل كبير جدا، حتى احنا فوجئنا ان العامل البدني بدا يظهر، العامل المهاري بدا يظهر، حتى الجمل التكتيكيه قدروا ان هم يقدوها لنا بشكل اللي احنا تعودنا عليه قبل كده من لعيبه النادي الاهلي، وسجلنا هدفين من اجمل الاهداف في الشوط الثاني. تمام، لسه الان من كولبالي ولا اطمنت شويه؟ ده مبروك عليه النهارده، اندمج بسرعه وصعب قوي ان انت تبقى في مركز زي ده تندمج مع الفريق وتدي طمانينه، وهو لعيب هادي عشان كده خالص. عشان كده هم اختاروه النهارده انه عنده التيمبو، عنده الايقاع، عنده الاحساس بالمكان كمان، ما بيجازفش، بيلعب كره سليمه لحد دلوقتي. بنتمنى له التوفيق في الفتره الجايه كلها يا رب يا رب. لكن اقنعنا شويه، اقنعنا كويس ان بس هو يعني احنا النهارده تحت ضغط فرقه مش بالقوه اللي احنا شايفينها. يعني النهارده حصل تعارف بين فرقه الاهلي وهذا بتسوانا دي، احنا اتفرجنا عليها قبل كده. طب انت ما كنتش قلقان ونتيجه 1-0؟ انا ما بحبش ادي فرصه دايما، زي ما قلنا في اول هاف تايم بنحب نكسب 2-0 عشان ما نديش فرصه ان حد يبقى معاك في الجيم، وتدي فرصه للجهاز الفني يجود بقى نتعرف عليه تاني. طيب انت قلت الشوط الاول 2-0، هو انت عيد لي على الواحده وانا مش ما هو علي معلول ضيع كوره كان هيحطها له وليد ازارو كان هيبقى 2-0. انا مش هخلص منك اصلي في حياتي كلها يعني، قاعد تلعب ورايا طول العمر بتعديني وبتروح عايز تبقى وينج ليفت. هقول لك انا سيبنا دافع عنك، هو من زمان وعايز يمشي من ورايا ويلف. كولبالي عمل كروس لعلي معلول، كان علي معلول بس لو داس عليها وحطها لازارو كان جون، يبقى 2-0. في ارهاق، بص هقول لك حاجه، في ارهاق في الباصه، في ارهاق في اللعب، في ارهاق في بيت سبرنت لما تخش جوه شويه زي ما قال ربيع ده كويس قوي. ان المباراه الهجمه يا شريف، المباراه الاولانيه ان هي الهجمه في تعب في انت متخيل ان كامبالا سيتي كان كسبان الترجي 2-0؟ ما هو كامبالا سيتي دي ما تكسبش فرقه مدارس. ما انت متخيل جابت جونين ازاي في ده؟ بتديني في 12 دقيقه او 13 دقيقه يبقى الارض رادس دي يعني في الماتش ان شاء الله بقى يكون احنا لينا حظ في رادس كمان ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه كالعاده. يعني انا 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 دايما بثق في لعيبه النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي وفي لعب النادي الاهلي. ليه؟ عندنا مفاتيح كبيره قوي في الملعب تقدر تترجم، وخاصه ان احنا قلنا المحطه الهجوميه لازم تترجم اهداف. النهارده زي ما احنا قلنا ضيعنا بتاع 7-8 اجوان الحقيقه مؤكدة. انفرادات في اللمسه الاخيره، في الاستقبال الكوره، في الرؤيه. مش هقول اللعيبه مشتته النهارده، اللعيبه هايبه الموقف باداره جديده. النهارده بتلعب قدام مدرب جديد عايز تثبت برضه انك انت موجود في الملعب. اللعيبه كلها بنفس الفورمه بنفس الشكل، ما عدا اللياقه البدنيه لازم ترتفع شويه. تمام، يعني لو قيمنا، مش عايز اقول اللي قيم، يعني باتريس كاتورون لسه اول ظهور ليه يا كابتن ربيع، لكن عنده الجرأه ان هو يطلع وليد سليمان وجونيور اجوي اللي احنا كنا بنراهن عليهم قبل الاستوديو قبل الماتش. هو بصراحه يعني خلينا نقول يعني الصح ان هو كسب احترامنا الاول، وبعدين واضح ان هو كوتش كويس بصراحه في ادارته في شكله بالزبط. يعني وتقيل جدا، واضح يعني ان هو مدرب بيبص بصه كبيره عارف ان بيمرن فريق كبير وهدفه البطوله مش 3 نقاط بتاع النهارده. تغيير، ما احنا التغيير مثمر. التغيير النهارده ميدو جابر جاب لك بنالتي ومسلم محارب سجل هدف، يبقى الاثنين اتغيروا بهدفين بالزبط. يبقى الراجل عمل يعني غير وسط الملعب اليمين وسط الملعب مش اجاييه، وخرج وليد سليمان من خد بالك اللي هو تحت راس حرب لان نظره كويسه والاثنين كانوا بعاد. برضو معلول خلي بالك احنا كنا برضو كان في جماعه ان مش زي معلول اللي نعرفه، لقينا الراجل غير وزي ما يكون بيقرا افكارنا. فبالنسبه للمدير الفني يعني في اول ماتش في اول مباراه نجح بصراحه كمان يعني نجح. شجعته ان هو يلعب كوليبالي. طبعا هو كوليبالي هو جايبه عشان يلعب لان هو الراجل عنده نظره وعارفه، عارف قيمته كويس جدا، بيثق فيه كويس جدا، عارف معلش ان احنا يعني عانينا في الحته دي كتير جدا. خلينا واقعيين، واحنا كنا محتاجين، احنا نفسنا كان نفسنا من اول الموسم كنا متخوفين ان النادي ما يتعاقدش في هذا المركز. يا ميدو خليك واقعي بالظبط. صح، وكنا يا رب القلب ده مع احترامي طبعا للناس اللي موجوده نجيب وسعد واصابه رامي وايمن اشرف، لكن كنا محتاجين فعلا واحد، والحمد لله ان جالنا واحد اعتقد ان شاء الله كسب احترام الناس وبدا موفقه جدا جدا. واضح ان هو ما شاء الله يعني
طويل وكويس وجاهز وثقته في نفسه وحاجه جميله جدا، ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله تعالى. فانا بالنسبه لوجهه نظري في المدرب انه نجح بفضل الله تعالى بامتياز في اول مباراه له مع النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي ومع اداره النادي كمان. ازاره يا كابتن ربيع، يعني ناس كتير توقعوا ان هو ما بداش بازاره النهارده بحيث ان هو كان بعده في معسكر الفريق عن التدريب لما كان في عرض صيني والكلام ده اللي احنا سمعناه، فان انت تبدا برضه دي خلي بالك عايزه قلب يعني. أزارو انا موجود. كنت بعده لعبته. ازارو موجود يعني يلعب معلش. ازارو ترتيبه رقم واحد في النص حرب الصريح. انا معاك. والنهارده ازارو من وجهه نظري بتكلم عن الظروف اللي قبل كده. ما انا قلت يعني ازارو لا يعني برضه في نقطه مهمه جدا لازارو، انه جاي كان جاي له عرض كبير جدا وما تمش، جه نسي العرض والنهارده بيقدم عرض كبير بالزبط. جدا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. هو ده اللعيب المحترم اللي تحترمه وتحبه، انه بيحب النادي، انه بينتمي للنادي، انه بينتمي للجمهور، بينتمي لكيان كبير جدا، نسي العرض والنهارده يعني نجم المباراه وقدم رقصه جديده كمان. ورقصه جديده دي برضه دي حاجه ثانيه خالص، دي كانت هتبقى بالصيني. يعني كفوش حلوه فوش اكيد. لا لا بص يا كابتن، انا قبل ما حضرتك تدخلوا في الانترو قلت ان احنا كان الكابتن الخطيب بيتكلم في الكلمه بتاعته عن روح الاهلي، فبقول ان احنا كلنا فعلا روح الاهلي، حتى هنا في الاستوديو احنا بنبقى جايين مركزين وساكتين. انتوا مش انتوا بتقوش حاسين انتوا بتبقوا عاملين ازاي قبل الماتش على فكره؟ انا بخافين طبعا، بخافين يعني كله مركز يعني. كله مركز يا كابتن ربيع، وتلاقي الناس اللي في الاعداد بيشتغلوا محدش بيتكلم غير بقى اي يوم عادي اي برنامج عندي عادي بتلاقي ده بيتكلم وده بيهزر، لكن يوم الماتش لا كله شغال وساكت زي ما يكون فعلا نازلين يلعبوا ماتش. صحيح صحيح فلا طبعا لما بنكسب بتفك شويه. هي دي هي احنا مش متعودين على الازمات يعني. مش متعودين على الازمات. مش متعودين على الازمات. الاستوديو التحليلي زي ما انت قلت التركيز اكننا بنلعب معاهم يعني، احنا حاسين بيهم وحاسين بالموقف الصعب اللي هم كانوا عليه. بالظبط. لكن طبعا احنا احساسنا عشان احنا عندنا خبرات اعلى منهم واكتر منهم، احساسنا ان في مكسب جاي يعني. كلنا اتكلمنا على الاهداف. يمكن بدا شريف قال لك هيبقى في اهداف، ربيع قال لك هيبقى في اهداف، انا قلت لك هيبقى في اهداف طبعا. احساسنا ان فعلا لعبتنا مش هتخذلنا على فكره. الثلاث اهداف دول اول ثلاث اهداف لينا في البطوله. بالظبط. احنا متعادلين ماتش ومغلوبين ماتش ودول فرقونا خلونا بلس 1 يعني احنا ماينس 2 بقينا بلس 3 بقينا فرق واحد. وانا عايز اقول لك من عمر المباراه وبقيت في المركز الثاني بدل القاع. عايز اقول لك يا شريف ان احنا اول مره نبدا بالستارت القوي ده. خد بالك السنه اللي فاتت كان حصل اخفاق افتكر او ضروم في بدايه الموسم، والسنه اللي قبلها كان نفس تعادلنا مع طلائع الجيش. تعادلنا بس يعني كان عن طريق الحكم وحتى يعني. كمان في البطولات الافريقيه في البدايه. السنه دي اول مره الحمد لله رب العالمين نبدا بالستارت ده. الستارت ده يدينا ثقه ربيع للي جاي يكمل بقى بالماتش الجاي. بالظبط يعني التركيز سوري يا عماد ما يخرجش عننا. يزيد اكيد اللعيبه دي كلها لازم ما تطمنش للنتيجه دي والفرقه دي انها فرقه مش جامده قوي. ما تعرفش اي فرقه على ارضها بنشوفها مضروبه في خمسه واحنا حالتنا في الجو. انا عايز اقول لكم حاجه كابتن، الجو هناك انت عارف وكل حاجه، فلازم احنا نركز تماما بالزبط. نخرج بالست نقاط دول بعدين بقى يحلها الف حلال زي الارجنتين لما طلعت لدور ال 16 قال اليوم بدانا البطوله كملت بقى ما كملتش، احنا لازم نعدي بس الدور ده باذن الله. طب اخد النجم الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام. كابتن محمد الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك كابتن، ربنا يخليك وبمسي عليك طبعا حبيبي وبمسي على الكابتن ربيع ياسين والكابتن مارك. مبروك يا محمد. مبروك. الف مبروك يا نجم. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. مبروك يا حبيبي وموفقين دايما وحاجه جميله جدا كابتن. النهارده والله بدايه ما شاء الله قويه جدا، بدايه مطمنه ان شاء الله، ربنا يخليك. يعني يا كابتن محمد لسه كنت بتكلم مع الكباتن في الاستوديو ان احنا كنا مركزين معاكم بالظبط وكنا حاسين باهميه الماتش بالنسبه لينا وبالنسبه للجمهور كله، واعتقد كمان ان انتوا كنتوا حاسين باهميه الماتش ده تحديدا بصرف النظر عن الثلاث نقاط وبصرف النظر عن الفوز، لكن كان في تداعيات ثانيه اعتقد ان انتوا كنتوا حاطينها في حساباتكم، عشان كده ربنا الحمد لله كرمكم بهذا المكسب الجميل والمقنع في نفس الوقت. والله يا ميدو الكلام اللي انت بتقوله ده احنا حاسين بيه وانا شخصيا حاسس بيه. الاستوديو بتاعكم انا بعتبره ان هو يعني جزء من او 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 مكمل لينا وحاسس بنفس احساسنا، لان انت معاك انت لعبت في النادي الاهلي ومعاك اثنين نجوم لعبوا في النادي الاهلي وليهم صولات وكابتن شريف عبد المنعم كمان معانا النجم كابتن شريف عبد المنعم ثلاثه احنا كبادن كابتن شريف طبعا بمسي عليه. كابتن الف مبروك كابتن. الله يبارك فيك كابتن. فانت عارف صعوبه المباراه الحمد لله يعني اولا في بدايه موسم، ثانيا زي ما انت قلت الاجواء المحيطه بالدينا الفتره الاخيره فرقه الكوره دايما ولاعيبه النادي الاهلي دايما بيبقى عندها الرد وهي اللي بتحمل على عاتقها
ردود كتيره. لكن اللي انا عايز اقوله احنا مش عايزين ندي الموضوع اكبر من حجمه. احنا بدايه سيزون الحمد لله انها صعوبتها ربنا وفقنا النهارده وتوفيق ربنا كان معانا ومجهود اللعيبه ومجهود الجهاز ان احنا نبتدي بدايه طيبه عشان نلحق بس نحط الفرقه في الوضع الطبيعي بتاعها وان شاء الله يبقى احسن كمان الفتره الجايه. دي حاجه. الثاني حاجه ان هي جايه في صعوبه ان احنا تلمينا على مختلف التوقيتات. يعني عندنا مجموعه المنتخب جات لنا متاخر في كرواتيا، عندنا سليف كلوبالي ومروان محسن دخلوا لنا يمكن لما رجعنا من كرواتيا دوبك لعبوا معانا مباراه اخيره اللي هي من اربع ايام قدام نجوم المستقبل. فهتلاقي في تجمع يعني يمكن تقريبا ما لعبناش مع بعض او ما قدرناش نشتغل مع بعض بتركيز الا في الفتره اللي هي الاربع ايام. اكيد طبعا بشكر اللعيبه كلها النهارده ادوا مجهود كبير جدا، وفي نفس الوقت مستر كارترون يعني اشاد بالروح العاليه اللي ادوا بيها النهارده المباراه، ودي سر نجاح النادي الاهلي وسر فوز النادي الاهلي بالبطولات. وبشكر ايضا الجمهور اللي فعلا كان موجود النهارده وكان على طول بيأذر اللعيبه وعلى طول يعني مش عايز اقول لك ما بطلش تشجيع طول المباراه، فده اثر معانا بشكل ايجابي وقدر ان هو يدي الروح للعيبه في الاوقات اللي كان بعض الاوقات اللي كان تاون شيب بيتحكم او بيستحوذ شويه. اكيد يا كابتن انا عارف ان انت مجهد جدا، بس انا عايز احييكوا كجهاز فني ان انتوا يعني مش غامرتوا لكن كان عندكوا قلب جامد جدا ان انتوا تدفعوا بكل بالي في اول مباراه واول اختبار حقيقي ليه قدام جماهير النادي الاهلي، كمان خروج وليد سليمان مع جونيور اجاي، كمان اصراركم على الدفع بالنجم وليد ازارو، اعتقد ان انا لازم احييكوا على الكلام ده كله. ربنا يخليك كابتن. هو طبعا يعني الدفع بكلوبالي كان مستر كارترون طبعا عنده قناعه تامه بالتعاقد مع الراجل، وانا شفته وشفناه والولد او يعني عايز اقول لك اللعيب لعب في مباريات كبيره. لما يلعب لما انت بتاخد مدافع مازيمبي فهو مدافع بالزبط. لعب نهائيات ولعب وفاز بالقاب مع مازيمبي، فاز معاهم بلقبين في الكونفدراليه ولقب كاس بطوله افريقيا ابطال دوري. مازيمبي الاول على المجموعه، مازيمبي من الفرق اللي بتلعب تحت ضغط جماهيري قوي جدا عندهم بالزبط. وبالتالي يعني كان التعاقد مع دي حاجه الدفع بيه. طبعا مستر كارترون هو جاهز وكان بيلعب يمكن مع مازيمبي اخر مباراه ليهم في الدوري كان يوم 28، فهو جاهز بدنيا. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا تغييرات مستر كارترون نتيجه الهجوم او ان تاون شيب خلاص ما عندوش اي حاجه يخسرها، فبدا يعني يزيد من الهجوم بتاعه. طبعا كان عندهم مساحات اللي قدرنا ان احنا يعني الحمد لله ميدو جابر واسلام محارب قدروا يستغلوها مع طبعا ازارو مع مؤمن زكريا. دي ادتنا ان احنا نقدر نحرز الهدف الثالث، وكمان الفرصه اللي جت لازارو كان ممكن لو فيها توفيق كان ممكن يبقى 4-0 بالظبط. الحمد لله في النهايه طلعنا بالثلاث نقاط، حسنا وضعنا في المجموعه بقينا الثاني، ونتمنى ان شاء الله نتمنى ان اللي جاي طبعا عندنا مباراه مهمه جدا يوم 28 مع تاون شيب ملعبهم، نتمنى ان احنا نكون موفقين ان شاء الله. دايما قد المسؤوليه يا كابتن محمد، ومستنيين منكم كتير جدا ان شاء الله، وان شاء الله قدها حدود. الف الف مبروك ليكوا كجهاز فني، والف مبروك على الفريق والجماهير كلها، ودايما مفرحين. مره ثانيه يعني انا بشكر طبعا كابتن ربيع وكابتن شريف وكابتن ماهر، الناس دي كبتنا والناس دي اتعلمنا منها يعني ايه روح النادي الاهلي، وانا ببسط جدا لما بيبقى استوديو النادي الاهلي فيه النجوم الكبار دول، لان فعلا اميدو الواحد بيتعلم منهم وبيتعلم من نصايحهم، فانا بشكرهم وبوجه لهم الشكر وببارك لهم كمان. شكرا يا محمد. شكرا جدا وان شاء الله يا كابتن محمد مستنيينك بقى، بس بعد ما تهدى كده عشان نتكلم على المباراه القادمه باذن الله واستعداداتكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الف مبروك ليك. انا مش عايز اطول معاه علشان هو يعني طبعا كميه اجهاد ذهني انا عارف يعني. احنا بنثق في الراجل ده برضو، عنده خبره كبيره أكيد. جدا مع أكيد. مع النادي الاهلي وصاحب بطولات مع النادي الاهلي اكيد، ومصاحب فتره من اعظم الفترات في تاريخ النادي الاهلي الحقيقه. الجميله شريف الجميله ميدو ان محمد يوسف سهل المأمورية للراجل، وده أكيد. ده دور ولاد النادي. المدرب العام والمدرب المساعد المجلس الإدارة بيختاروا بشخصية محمد يوسف عشان يسهل المأمورية للمدير الفني اللي جاي، من الناحية الفنية، من الناحية البدنية، من ناحية اللعيبة، من ناحية السلوكيات، من ناحية المنتاليتي العقلية، طريقة اللعب، لعبنا بإيه، شفنا إيه، إيه الأضعف، إيه الأحسن. فدورنا إحنا كأولاد النادي مهم جدا إنك أنت كتفك بكتف الخواجة
ان انا اسهل له الماموريه عشان ينجح. محمد يوسف كان معرض ان هو اللي هيمسك الفرقه برضه. يعني لو كان انا هتكلم لو انت كان عنده خبرات كثيره جدا ما لو انت ما تعاقدتش مع الراجل ده كان محمد يوسف هو اللي هيشيل الشغل. يعني محمد من وقادر على المدربين زي حسام البدر اللي حققوا نتائج ايجابيه مع النادي الاهلي من ناحيه البطولات الافريقيه ومن ناحيه الدوري العام وكاس مصر. فانا عايز اقول لك بوجود محمد يوسف سهل على الخواجه مسافات. عشان كده شفنا النهارده الاخراج بسرعه عميده. يعني اتكلمنا على العامل البدني لما هيوصل هتلاقي مؤمن دخل الفورمه, هتلاقي معلول دخل الفورمه لسه كمان بالظبط. هو كان بيتكلم حتى انه ما دخلش الفورمه بصراحه. لا بيتكلم على انه مجايين. يعني انا بتكلم على انا نفسي بصراحه لان معلول محترف المفروض يبقى يعني احسن من كده بكتير. نفسي على الجهاد اللي يمكن وقع على اللعيبه المحترفين بتوعنا في كاس العالم اثر تاثير كبير. النقطه الثانيه المهمه كتير بس مش مشكله. النقطه الثانيه المهمه المرونه التكتيكيه اللي الراجل عمل فيها التغيير الثالث اللي هو شال معلول وبدأ أيمن. فالنهاردة أيمن لعيب جوكر بيقدر يؤدي المكانين. لا والراجل المدرب ده عينه كويس. نقطة شايفه حاسس بالجهاز الفني وتحسب للمدير الفني أن قدر هو عنده المرونة دي. كلام ممتاز بصراحة. يعني هو كمان أنتوا تفتحوا لي كلام. هو غير الأولى في الأولى. يعني هو غير الأماكن الأول المفروض اللي هو تشيلنا شوية اللي هي تحت الفرود. وبعد كده يعني علي معلول ما كانش نقطه ضعف كبيره. هو عمل ناحيه تنشيطيه مهمه جدا في نهاية الهجمه بالظبط. كان في تسرع خد بالك بعد فن. فلا قال لك لا انا اريح الناس خد بالك اللي هي يعني لان احنا وصلنا الحمد لله وصلنا كتير. بس انهاء الهجمه كان عامل التركيز وده قلنا بدايه موسم فعمل الصح زي ما انت قلت خد بالك. وقد كان بفضل الله ان انت تغييراتك في محلها قدرت تروح وقدرت توصل وتعمل بنالتي وتروح تفنش نزل فتغيير موفق أكيد. جدا وفي خبره كبيره. يعني انا عايز اقول لك يا كابتن ربيع كمان انتوا اتكلمتوا على محمد يوسف تحديدا قد ايه هو كان ممكن يتولى المسؤوليه الفنيه لو ما جاش باتريس كالترون. انا كمان عايز اتكلم عليه بقى من نقطه ثانيه ان هو شخصيه نظيفه جدا يا كابتن ربيع. شخصيه مدرب خد مع النادي الاهلي كاس افريقيا. يعني هو كان مدير فني وخد مع النادي الاهلي كاس افريقيا وكان لاعب وكان مدير فني دلوقتي. ان انت تيجي النادي الاهلي ثاني وتشتغل مدرب عام فدي اجمل حاجه ان الاهلي فعلا فوق الجميع. ان محمد يوسف عادي جدا اشتغل وشخصيه نظيفه وجميله وبيتكلم ومن قلبه وبيساعد الراجل ومش في دماغه خالص الموضوع ده. مدير فني كمان في اي حته يمسك منتخبات مش يمسك فرق بس. يعني بتكلم في كده هو وحسام بدر الحقيقه من الناس اللي هي يعني ازدهرت جوه انغمست وتناغمت مع المدربين اللي جم الاجانب ده جوزيه بالظبط. حلوه حاجه بدا جديده. انا بحاول بس لا بحاول اغير اللغات بتاعتنا دي. ايوه صح لك كده وفرفشنا كده وكده. ولا انا عايز اقوله احنا النهارده مبسوطين يعني الحمد لله ربنا يبارك على طول. يعني اللي احنا عايزين نقوله احنا جينا في اول الاستوديو احنا الثلاثه وقلنا ان في لعيبه بتبقى 60 دقيقه في لعيب 40 دقيقه في لعيب 30 دقيقه. فده اللي حصل النهارده بالظبط في المباراه ان في لعيب يبقى خلاص انهك خلاص وفي اول الموسم وكده. فحصل حاله تعويضيه باللعيبه اللي هي عندها شراسه في الاداء واخده الموضوع ايجابي عايزين يثبتوا نفسهم وهم موجودين. انا كنت عايز اكلم ربنا يوفقهم. كنت عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا ونسيت اقولها لك لما كنت بتتكلم برضو نفس القصه دي. انا عايز اقول لك ان القدر الحمل اللي حضرتك كنت بتشيلوه غير الجيل ده دلوقتي خالص. انا بتكلم كده ليه يا كابتن ربيع؟ لان اللعيبه دي في فيسبوك وفي تويتر وفي مش عارف ايه وفي يعني عارف اي كلمه بيشوفوها وبيقروها وحجم الضغط عليهم او استحمالهم للضغط مش زي ما انتوا كنتوا بتستحملوه خالص. يعني اللعيبه دي يعني ده مش مؤمن ده مش جونيور اجاي يعني وليد ازارو المتماسك النهارده مش علي معلول حاسين بضغط كبير جدا. ده مأثر في مستواهم الفني خلي بالك الموضوع ده ضغط. لكن انتوا ما شاء الله كنتوا جيل لا احنا كنا يعني لا الحقيقه احنا كنا فالموضوع مختلف تماما. احنا كنا محظوظين بالمجموعه. انا لما كنت انا ببقى مش خارج من اصابه وكمان عندي مصطفى عبده بطياره من الناحيه الثانيه ربيع ورايا اللي بيعديني طاهر ابو زيد واقف في نص الملعب صفر حاليا طاهر الشيخ خطيب زيزو محسن صالح احمد عبد الباقي ومصطفى يونس وحسن حمدي وماهر همام وثلاث اربع تجوان الله يرحمه ثابت وكره. احنا كنا محظوظين ببعض بس احنا كمان كنا بنلعب 4-3-3 يعني عمليه فيها سرعات كبيره جدا. الشكل بتاع لعبنا وكده ما يحسسكش بالاخفاقات وكان جمهور يعني ومالي الاستاد اي حد فينا مختار كان بيعوض اي حد في نص الملعب. اللعيبه دي بتدخل على الفيسبوك يا كابتن شريف لو لعيب مستواه مش عارف ايه هتلاقي يمكن بيشتم فيه بيمسكوه
مش طبيعي النهارده يعني حاجه مش طبيعيه. السوشيال ميديا بالظبط غير بقى في حجم الضغط النفسي على اللعيبه دي. لا الله يكون في عونهم بصراحه. وبعدين ميدو عايز اقول لك حاجه يعني النادي القرن بقيمه النادي الاهلي هو تملي البطل كده محطوط تحت ضغط. البطل مطالب منه بطولات، مطالب منه اداء، كرهنا بقينا يعني اهداف دون مطالب منه المعلقه احنا لعيبه واخد بالك. فانت محطوط تحت ضغط في اللعيبه دي زي ما انت قلت، محطوط تحت ضغط ميديا نقد. لما برضك بيسمع نقد في الاستوديو التحليلي طبعًا. انه وحش وانه مش موافق طبعًا. بيبقى بتاثر. وريت الاستوديو التحليلي بس الاستوديو التحليلي مش احنا مش الاستوديو التحليلي يا جماعه احنا الاهلي يعني احنا الاهلي عشان كده الناس بتستغرب لما احنا بندعم وحتى الفريق بيكون في حاله متوسطه ده الطبيعي بتاعنا ونبدا كده على طول. واحنا لينا كنا كلمتين مع بعض في قبل الماتش انا ومير مثلا وانا وربيع هما كلمتين احنا النهارده عايزين كذا كذا بس ما فيش غير الكلمتين دول. عمرنا اتكلمنا مع بعض في المباراه؟ عمرنا. احنا حاله تعويضيه لبعض بالظبط يعني ما فيش حاجه تانية غير ان احنا بنفهم بعض وبنشوف قدرات بعض بنلعب على الاساس والمضمون واحد. حتى في التحليل يعني ربيع بيقول باسلوب، شير بيقول باسلوب، انا باسلوب لكن مضمون واحد في ال 90 دقيقه في نقص اللياقه البدنيه في كده. كمان الكابتن الخطيب يا كابتن ماهر لما اتكلم في كلمته كابتن ربيع كابتن شريف اتكلم قال ان ده قدر النادي الاهلي بالظبط ان انت ما عندكش حلول ان انت تفضل دايما تحت ضغط، دايما مطالب انت تكسب، دايما مطالب انت تحقق بطولات، دايما تبقى في المركز الاول نمبر 1 على راي محمد رمضان. سمعت الاغنيه دي؟ صحيح احنا نمبر 1. سمعت الاغنيه دي؟ انا بحس يعني انا محمد رمضان لو كان مغني الاغنيه دي للنادي الاهلي ما كانش هيغنيها كده. انا اسف ان انا طلعت بره السياق. وبعدين ده حق اللعيبه دي كان لابس احمر ساده رمضان يعني ده حق اللعيبه دي علينا. مش ممكن النخبه الجميله اللي احنا شايفينها حتى الناس اللي ما لعبتش النهارده مروان محسن صلاح محسن الناس اللي ما كانتش موجوده دول لعيبه مميزين النهارده زي ما ربيع قال الراجل اضاف بعض اللعيبه عملت لنا المساحات وعملت لنا السرعات ميدو جابر واسلام محارب وتغييرات مؤثره جابت اهداف وساعدت في اهداف. فانا عايز اقول لك ان هو دي قيمه هذه اللعيبه. مالك يا كابتن بتفكر في ايه؟ لا لا اول بنفكر طبعا كابتن ربيع افتكر الجيل. لا لا هو كلام كبير وهي اجيال. هو انت بتتكلم حضرتك على ان الضغوط هو طول عمر حتى الاداره برضو عندها تحيات ديات خد بالك اللعيبه طول عمر ان اللعيبه اجيال بتوصل اجيال. انت بص واخد بطل الدوري الموسم اللي فات وخد بالك والكاس مش عارف ايه والسوبر وفي تحديات جديده عشان بالزبط. اضافات جديده بالزبط. فعندك اللعيبه عندها التحديات وعندك الاداره عندها التحديات وخد بالك لان عاوزه تعمل احسن حاجه ليك كمان وللجمهور بالزبط. وعندك مدير فني اداره فنيه جديده تحديات فالامور كلها خلي بالك غير المتربصين دول خلي بالك مش هيقدروا بامر الله تعالى لان محدش يقدر على الحمد لله نجاح منظومه النادي الاهلي دايما بفضل الله بتخطط دايما بتتعب دايما بتجتهد دايما على قلب رجل واحد. انت بتقول النهارده واحنا في الاستوديو التحليلي ما دي اسره النادي الاهلي بالظبط كلها الترابط شعارها الحب الاهلي فوق الجميع عشان كده بالنوايا ثم الجهد والعمل والكفاح والاخلاص ربنا يبتدي اكيد اكيد. اتفضل يا كابتن عيشه انا قطعتك كابتن ربيع كان سرح كده لا يعني افتكر بقى يعني اللعيبه ديت لما تبقى في يوم مش يومها ميدو لازم نستحملها. ياما اللعيبه دي فرحتنا وياما حققت بطولات وياما مسيرتنا دولي وياما يعني انبسط الجمهور النادي الاهلي اللي النهارده زحف. النهارده جمهور النادي الاهلي انا بحييه من خلال برنامجك ومن خلال استوديو النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عنده ثقافه وعنده وعي وعارف ان اللعيبه دي محتاجاه. يعني اللعيبه لما تبقاش في حالتها جمهور النادي الاهلي بيجي ويزحف وبيحيي الجمهور. النهارده بيقول لك في بدايه التسخين بيقول لك ان جمهور النادي الاهلي حيوا لعيب لعيب يعني هو الاهلي الجماهير مش مصدقه ماهر اللي حصل. عمر مباراه الزمالك والمباراه اللي بعدها بتاعت الاسيوطي وبعدين المباراه بتاعت كامباك الناس مش مصدقه الوضع ده مش مصدقه الشكل اللي حصل ده مش احنا ودي اكيد ظروف فوق الطاقه فوق بتاع تلاحم مواسم اللعيبه خارج مش مركزه ربنا رايد ان احنا نركز اكتر يعني لازم نكون في وضع احسن من كده. الجماهير عندها حق ان مش معقوله بالنخبه بتاعت اللعيبه دي ان احنا نبقى في الوضع ان احنا
النهارده عندنا بونت واحد بس قبل المباراه، ما ينفعش الناس مش مصدقه، دي ناس بتحارب من السنه اللي فاتت انها اتسرقت في البطوله. بس دي ظاهره طبيعيه يا كابتن شريف. اه بس اتسرقنا السنه اللي فاتت، ناس ما اتسرقنا ما الناس الناس محروقه على البطوله اللي فاتت، فانت بتيجي تبتدي البدايه دي في البطوله دي. اتسرقنا بفعل فاعل، فلازم تقول بفعل فاعل. والكابتن شطه اعترف وقال، وانا بعد الماتش على طول قلت الاهلي مبروك على الاتحاد الافريقي الكاس، فاكر كابتن ربيع؟ من مباراه هنا وهناك كان باين جدا الحكم والكابتن شطه، والله التحكيم لغايه لما دلوقتي بيعترفوا. انا اخر حاجه عايز اقولها لك يا كابتن ميدو، ان المدرب الجديد ده الحقيقه محظوظ بالجهاز الفني اللي معاه، وخاصه محمد يوسف. ده هيساعده جامد. حلو قوي، حلو قوي، بكلمك جد يعني، وعن اقتناع اللي انا بقوله ده يعني. يعني انت مصمم ان تاون شيب فريق ضعيف؟ اه طبعا. ولا الاهلي النهارده اللي تفوق قوي عليه؟ لان تاون شيب كسب كامبالا اللي كسبتك. اذا كان كامبالا خلي بالك، كامبالا تيتا دي ولا تاون شيب ده، لا لا لا، تاون شيب دي ما اهو بيحاولوا بامكانيات اللي عندهم. انما لما تيجي تقارن الترجي والاهلي وتاون شيب وكامبالا سيتي، احنا المفروض احنا عارفين مين اللي هيصفي، الفريقين اللي هيصفوا. عشان كده بقول لك لما هنطلع الدور اللي بعده، انت بتحاول تطلع الاول ان شاء الله انك تكسب بالترجي هناك، انك انت كنت انا ما صدقتش ان احنا تعادلنا كمان مع الترجي هنا. انت ان شاء الله ما تكسب الترجي هناك او تعمل معانا نتيجه. ما صدقتش يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ يعني ماتش بتاعك 90 دقيقه انت اللي لازم تخلص المباراه، انما في عدم توفيق، كان في عدم ترجمه للشكل الهجومي بتاعك لاهداف. ايه هو الوضع ايه بتاع؟ اتكلمنا احنا في الحكايه كلها وشفنا الدنيا كانت ماشيه ازاي. كان في هبوط في اللياقه البدنيه، هبوط في التركيز، ما كانش في اكتر من كده يعني. وده طبيعي قوي على فرقه بتتلحم موسمين او ثلاثه في بعض. انما الشكل اللي احنا جايين ده كله هو البدايه ان شاء الله. بعد ما نكسب المباراه اللي جايه برضو، انت بتسالني على الفريقين، انت تاون شيب دي ولا كامبالا سيتي؟ انت صدقت الماتش بتاع كامبالا سيتي اللي كسبونا هناك ده، واحنا بنضيع البينالتي وبنضيع الانفرادات دي؟ احنا اتخضينا من الوضع. عشان كده بقول لك لا تستهان ان انت بتروح افريقيا، مش عايزين نستهين، ونركز اكتر على الفرقه دي اللي احنا لعبناها النهارده، ونخلص منها برده هناك. انت لازم تكسبها هناك برده، وانت اللي حطيت نفسك في الوضع ده، فلازم اللعيبه تطلع من المباراه دي ان شاء الله حافظه، اللعيبه الثانيه دي كلها، وتحافظ على نفسها وتحافظ على مركزها، ومفيش اي حكم ياثر عليهم هناك. اكيد يعني كابتن ربيع، السؤال اعتقد للناس بتساله دلوقتي، الاهلي لسه مفتقد صانع الالعاب. بمعنى صانع الالعاب، فبتضطر انت تعتمد على الاطراف. ازارو بيخرج يعمل كروس عشان اسلام محارب يحط، مش عارف احمد فتحي يعمل كروس. الاختراقات، مع ان ازارو جاب النهارده من اختراقات، اعتقد ان هو جاب من اختراقات اللي هي جونر اجاي، لكن جونر اجاي بيروح يعمل ايه؟ هيلعب صانع العاب ولا وليد سليمان يلعب صانع العاب؟ هل هم بيعرفوا يأدوا الدور ده فعلا؟ هل الاهلي لسه محتاج؟ هل كالتيرون ممكن يعتمد على خطه بديله غير ان انا اعتمد على صانع العاب يوصل لي الفيرو ده يوصل للاطراف؟ لا، انا من وجهه نظري ان الاهلي محتاج لسه صانع العاب. لان انت النهارده لو تلاحظ، وطبعا وليد سليمان بيقوم مهم عليك، لان وليد ناضج جدا فنيا ولاعيب كبير ما شاء الله، عنده خبرات غير عاديه تقدر تنجحه في هذا المكان. ان عنده قدرات في الثلث الاخير وليد متنوعه وكثيره، فاكيد. لكن احنا فلو جبنا بامر الله في الانتقالات القادمه يبقى افضل واحسن وزياده، لان انت على فترات كبيره جدا من الوقت تقدر تستفيد من وليد بعد الوقت. يعني الاهلي محتاج صانع العاب؟ الاهلي محتاج صانع العاب ولا يعني بس كلمه، لان احنا خلاص احنا يعني عايز اقول لك ان الدور ده ممكن يقوم بيه وليد واجايه كمان، ممكن احمد حمدي كمان يمكن بالجاهز. انا قصدي يعني قصدي يبقى صانع العاب يدخل الملعب اصلا يعني، غير غير هم دول يقوموا بالدور ده لحد ما نشوف اذا في السكه لقينا صانع العاب يعني يتفوق على دول، اهلا وسهلا. لما تفوقش دول يقوموا بالدور ده. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ميرو، الف مبروك ليك. شكرا حبيبي، شكرا حبيبي، والف مبروك وكل سنه وانت طيب. الف مبروك كابتن شريف. كابتن الف مبروك، ودايما توقعاتك الثلاثات والاربعات دي. الحمد لله. الحمد لله. كابتن ربيع شكرا جدا لحضرتك. الحمد لله، شكرا جدا، ابشر. الحمد لله. هناخد فاصل عشان نشوف المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي ونادي تاون شيب البتسوانيا، ونستقبل ضيفنا الكريم بعد هذا المؤتمر كابتن سمير عثمان الحكم الدوري السابق. مساء الخير على جميع الموجودين، اهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر الصحفي. سوف ابدا بسؤالي الاول للمدرب، المدرب نيكولا، ما هو رد فعلك الاول تجاه المباراه؟ أولاً
أريد أن أهنئ الفريق الأهلي لانتصاره الأول، وأتمنى له الإكمال الاستمرار، وأتمنى له ألف مبروك للفريق، إنه الانتصار الأول له في هذه المباراة، في هذه الدورة. ففي نهاية اليوم هم يستحقون هذا الفوز. بالنسبة لرد فعلي الأول، 3-0 نتيجة صعبة، فكل ما حدث في الملعب، أنا فخور جدا بفريقي وأولادي اليوم، فهم استطاعوا المقاومة، استطاعوا لعب مقابل فريق قوي جدا وهو فريق الأهلي. مرة أخرى أهنئهم وأتمنى لكم كل التوفيق فيما بعد. هو ماتش صعب جدا، بعد مجهود كبير عملوه رجعين مرهقين. Je savais qu'on manquerait de fraîcheur physique, mais j'avais vraiment demandé aux joueurs de faire un match intelligent et de jouer avec beaucoup de cœur. انا عارف احنا لسه بدنيا ما جهزناش 100%، بس انا طلبت من اللعيبه بتاعتي تعمل ماتش ذكي فنيا ونكسب باقل مجهود. Je suis heureux qu'on ait pu montrer ces valeurs de générosité devant nos supporters. Ça fait plaisir de prendre les 3 points, de se relancer dans la course. Dans ce groupe et d'être à nouveau en vie. انا سعيد جدا لعبتي اظهرت قوه امام الخصم وكسبت 3 نقاط وادت اداء كويس واخدنا 3 نقاط ترتيبنا في المجموعه عالي ورجعنا تاني للمنافسه، رجعنا تاني للحياه. Questions from you. You give your name and the name of your organization, and then you ask your question. أحمد سعيد دو جورنال التحرير. I would like to know how would you like to. I know that you were very very tired, and I know that it was very hard. I would like to know from Mr. Nicola how he prepared the players. I don't know if I understood your question properly. بالنسبة للتدريبات لهذه المباراة، كما قلت البارحة لم يكن لدينا أي فيديوهات موجودة أو مواد لتحضيرها وتحليلها، فكنا نقوم بعمل أفضل ما لدينا وتقديم أفضل ما لدينا، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لهذه المباراة. ولكن كما قلت البارحة إنها المرة الأولى ولدينا الكثير من المشكلات في اللوجستيات، وكما كان لدينا رحلة طويلة،
فكنا لا نملك فيديوهات للتدريب وحظينا بأوقات صعبة، فمن الأفضل كان لا للأسف لم يكن هناك تحضير خاص لهذه المباراة. الآن نعرفهم ونعرف كيف يلعبون، وسوف نحضر ذلك في المباراة القادمة، فلدينا تكتيكات أخرى. السؤال القادم. شاهدنا النهارده من في تشكيل النادي الاهلي وجود كوليبالي، ازاي حضرتك كان عندك او القوه او الجراه بالدفع بسليمان كوليبالي رغم انه ما بسليف كوليبالي رغم انه ما كانش لسه يعتبر الانسجام او انضم الاهلي في فتره قليله؟ السؤال الثاني. ماشي اتفضل. Pour répondre à la première question, Salif Koulibaly est un joueur que j'avais trouvé à l'époque au Mali en tant que sélectionneur, qui a joué avec moi à Mazembe pendant des années. Et je le connais, il a joué jusqu'à son départ de Mazembe les 10 derniers matchs, donc je savais qu'il était prêt en tout cas pour pouvoir démarrer ce match. سليف كوليبالي مش غريب بالنسبه لي، انا اشتغلت معاه لما كنت ماسك منتخب مالي وفريق مازيمبي. هو لعيب كويس واساسي في الفريق بتاعه ولعب اخر 10 ماتشات فجاي لي جاهز يعني. اتفضل سؤال تاني. رغم انه امر يعني بالنسبه للمتابعين للنادي الاهلي شيء غريب يعني اللي حصل النهارده. شكرا. J'ai la chance en arrivant à l'Ali d'avoir vraiment beaucoup de joueurs de très très bon niveau. أنا كنت محظوظ لما جيت الأهلي لقيت لعيبة كتير مستواها عالي جدا. صلاح en fait partie. صلاح واحد من المجموعة. Maintenant il y a une vraie concurrence à tous les postes et je sais que je pourrais compter sur lui dans la saison à d'autres occasions, mais encore une fois on a un excellent état d'esprit, on a beaucoup de matchs à jouer, on veut relever beaucoup de challenges et par rapport à ça on aura besoin de tout le monde. عندي لعيب اكتر من لعيب جاهز في كذا مركز، في كل مركز عندي يعني، وصلاح واحد من اللاعبين الجاهزين في المركز بتاعه، هياخد فرصته يلعب لما يجي وقته، واحنا المفروض نستعد دلوقتي عشان المباريات الجايه وكل واحد هياخد فرصته. Before we continue, can the photographers leave the room now? Are we talking? You stop. You understand? You there behind. You stop making pictures. Okay? Okay. Next question. Okay, you. طبعا مبروك لمستر كارتيرون وهارد لك لمستر كازازوفيتش. انا بس كنت عايز اسال مستر كارتيرون، يعني طبعا ايمن اشرف الموسم اللي فات كله تقريبا كان بيشارك في مركز المساك، النهارده كان قاعد يعني كان على دكه البدلاء، ولما شارك في مركز الظهير الايسر. هل ده معناه ان مستر كارتيرون الفتره الجايه هيعتمد على ايمن اشرف في مركز الظهير الايسر، ولا دي بس النهارده متطلبات المباراه او كان في حاجه عند علي معلول؟ شكرا. Non, je sais que Ayman est un latéral gauche qui a joué l'année dernière défenseur central gauche. À la base, c'est plus un latéral gauche. C'est un joueur formidable qui me donne la possibilité de jouer vraiment à différents postes en défense et il a fait une très bonne rentrée. Je sais que dans la saison, il pourra beaucoup nous aider. انا عارف ان ايمن اشرف لعب السنه اللي فاتت ماتشات برضه مدافع ايسر، لعب شويه في قلب الدفاع بس لعب مدافع ايسر، وده انه يلعب في اكتر من مركز هتبقى حاجه كويسه، ممكن نستخدمه في اكتر من مركز في الماتشات الجايه. Next question. Okay, thank you.
اهلا بحضراتكم من جديد. الف مبروك على حضراتكم هذا الفوز الكبير للنادي الاهلي والثلاث نقاط كبيره وغاليه جدا رجعتنا ثاني للمنافسه على افريقيا باذن الله كالعاده. يعني نورني وشرفني ضيف الكريم الكابتن سمير عثمان حكم الدوري السابق، ارحب بيه عشان نتكلم في النقاط التحكيميه. كابتن منور الدنيا كابتن. ازيك كابتن ميدو؟ عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. اخبار حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. انت لفت نظر حاجه ما حدش قال له مبروك على كاس العالم. المدرب بتاع النادي الاهلي كان لازم برضه يركونه، بس اكيد نسيوا مع فرحه الفوز يعني. نسيوا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحالات التحكيميه ايه اخبارها النهارده؟ والله والنهارده ضربه الجزاء. ضربه جزاء؟ لا 100%. 100%. وبدايه طبعا طاقم الحكام الجزائري النهارده ده طاقم حكام جديد من الشباب الحكام الدوليين طالعين في الجزائر. تمام. بعد الجيل بتاع محمد بن نوزة وجمال حيمودي النهارده أدار اللقاء بسهوله، واضح انهم بيلعبوا مع بعض كتير في الدوري الجزائري. كان في تفاهم جامد جدا بين الحكم والمساعدين اللي معاه. ومن وجهه نظري انا اللياقه البدنيه ساعدت الحكم النهارده لمصطفى غربال. انا النهارده اول ما اشوف الطاقم، اول مره اشوف الطاقم الحكام ده لعبوا مباراه كويسه، لياقة بدنية عالية جدا ساعدته على حاجات كتيرة. مع مرور الوقت طبعا هيكتسب الخبرة المطلوبة. النهاردة ما عندناش طبعا صور الاحتفالات نتفرج عليها، بس اعتقد المشاهد لسه في ذهنه المباراة. النهاردة هو عمل كرة كانت فيها تحت فرصة كويسة كانت لصالح النادي الاهلي، في كرة تانية لصالح النادي الاهلي كانت في نص الملعب لو كان ادى تحت فيها فرصة برضو تبقى شكله افضل في الملعب. بس ده طبعا كابتن ميدو بيجي بمرور الوقت المباريات الافريقيه، اللي انت عارف الحكم زي اللعيب اما يلعب مباريات محليه يختلف تماما غير اما يلعب مباراه دوليه او افريقيه. تمام. ده مع مرور الوقت اعتقد مصطفى ده هيبقى حكم من الحكام الكويسين. كابتن شطه شكر فيه كمان النهارده مع التليفون، قال لي حكم الحكام اللي له مستقبل كبير في التحكيم. طب كويس. الحمد لله. هو النهارده كان مصطفى غربال الجزائر، مكران جوادي، ابراهيم الحملاوي. انا بصراحه طاقم الحكام شايفه كويس، بس انا شايف نجم اللقاء هو مساعد الحكم الثاني ابراهيم الحملاوي. كنت فاكرك هتقول لي وليد ازار. لا خلينا في الحكام يعني. ماشي. ابراهيم الحملاوي اللي هو مساعد الحكم رقم اثنين عنده كورتين يا كابتن ميدو غايه في التالق والتركيز. اول حاجه لو المشاهد يفتكر كده بهدوء الانفراد اللي بتاع ازارو اللي في نص الملعب. تمام. انفراد صعب جدا جدا جدا. انت عارف الانفراد في حد ذاته بيبقى صعوبته 70% 80%. تمام. بس لما بيبقى بعد خط منتصف الملعب بيرضى او يرتين بيبقى صعب جدا. بالظبط. النهارده الحكم بالظبط حضرتك فاكر الكره اللي جري بيها ازارو من نص الملعب. ده لو حكم مش واقف صح او مش مركز بطريقه سهله جدا يروح رافع الرايه. لا الراجل ده تأنى لان واضح انه مركز. الكره دي كان مهمه جدا. بعد كده التالق بقى اللي اكد ان الحكم ده هيبقى له موهوب حكم مساعد اللي هو ابراهيم الحملاوي. اتمنى طبعا يكون اسمه مظبوط لانه حكم مساعد رقم اثنين في الهدف الثالث للنادي الاهلي، لان دي كوره عبرت خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه. عشان هو بركز برده وبيلعبوا من غير اي تقنيه ولا في تقنيه الفار بيلعبوا بيها. هدف اسلام محارب. بالظبط. طبعا دي اللقطه يعني بنحاول نجيب لك الهدف. طبعا هنا اللقطه هنا احنا ممكن شايفينها كويس، بس مع الحكم المسافه حوالي 45 متر برضو بعيد عن مساعد الحكم، بس هو مركز قوي في الكره ومركز شايف وهو واخد زاويه. هو لو وقف على الخط مش هيشوفها عشان القايم الشمال طبعا هيبقى ساتر عليه، انما هو واخد خطوه قبل القايم فقدر يشوفها انها معديه. هنا الحكم من بيلعب من غير تقنيه الفار، بيلعب من غير تقنيه الكره الذكيه اللي بتعبر خط المرمى بين القائمين تحت العارضه. طبعا كان قرار الحكم. عندنا بركه يا كابتن احمد. نعم عندنا بركه. البركه طبعا البركه معديه، بس ما كانتش موجوده في كاس العالم. يعني برغم يا كابتن ميدو التقنيه العاليه اللي لعب بيها الحكام في كاس العالم، انما برضو كان في سلبيات كتيره جدا. ده في ظلم باين وغيرت نتيجه المباراه. يعني في اخرها في مباراه النهائي فرنسا وكرواتيا ضربه الجزاء دي طبعا. لا لا خالص انا مش عارف ازاي بصراحه. وخلي بالك الحكم سيبني ساكت. بص يا كابتن ميدو الحكم الارجنتيني ده حكم موهوب، يعني حكم عنده كوره عشان كده ما حسبهاش. بس لما استدعاه الفار طاقم الاستوديو اللي هو الفيديو اسيستنت ريفري اما طلع بره هم اللي قالوا له ابص عليها مره ومره وتنين. يا كابتن انت هو اللي خد القرار. طبعا هو واخد القرار. طيب. بس في مباراه زي دي يا كابتن انت كحكم كوره ما هتصدق اي مساعده خارجيه تجيلك، خاصه لو كوره حضرتك شاكك فيها. لو انت شاكك فيها هيمشي بنسبه كبيره معاهم. وعلاوه ان الجول اللي انت بتفتحني في حاجه كده يعني الكوره جت في ايده الراجل بتاع كرواتيا وورا الراجل بتاع كرواتيا مدافع تاني من كرواتيا، يعني ما كانش لها تاثير. مفيش اي تعمد خالص. انا مش عارف. والهدف الاولاني برضو الهدف الأول غير انه بقى تسلل. لو نرجع بقى في بدايه الكوره هو مش ما فيش خطا اصلا، يعني مفيش خطا اصلا على اللعيب بتاع كرواتيا. لا خلاص. وبعد كده بقت فيها تسلل. تسلل واضح جدا. الجولين دول غيروا نتيجه المباراه. مش تحس التسلل صح لان الراجل متسلل طالع. طبعا مظبوط. تسلل متداخل في اللعب. طبعا صح.
تسلل. مع دي احنا بنقولها بالرغم ان في تقنيه فيديو عاليه انما برضه في ايه اخطاء. احنا نسينا يا جماعه خرجنا بره السياق، لكن هو كابتن سمير بقى يعني انا كان نفسي حاجه كانت لازم نقولها، ده كاس عالم طبعا يغطي على اي بطوله. فالنهارده الحكم مصطفى عمل مباراه جيده تمام. النهارده حسب حوالي بس خطأين بس لصالح النادي لصالح فرقه تاونشيب تاونشيب في الشوط الثاني، انما معظم الاخطاء كانت لصالح النادي الاهلي. وده ان ده اللي يدل على الكره برده القويه والخشنه اللي بيلعبها الفريق البتسواني عشان يحد برده من خطوره النادي الاهلي. في فاول مع حسام عاشور انا اعتقد ان هو كان عايز بطاقه حمراء، لا هو مش ما توصلش الحمراء، كانت اعلى درجات يعني التهور. شفتها؟ اه شفتها اه طبعا. ده ضربه من غير واثرت معاه جامد طبعا. النهارده هو استخدم الكروت الصفراء بدايه بسرعه شويه في الشوط الاول بس كانت كلها في محلها. في الشوط الثاني برده في كارتين كان ممكن يطلعهم، انما كاجمالي مباراه المباراه اتسهلت له بسبب طبعا سلوك اللاعبين كان ممتاز رائع. النهارده ما شفناش اي خلال 90 دقيقه كابتن ميدو ما فيش اي اعتراض على قرار الحكم، وده شيء بصراحه ايجابي جدا. اعتقد ده بسبب رئيسي بسبب السلوكيات اللعيبه شافتها في كاس العالم. اللعيبه اللي شافت السلوكيات في كاس العالم كان نادرا لما تلاقي في بعض الاعتراضات على الحكام نادر. ولو كانت في برضه كان بطريقه كويسه. فاعتقد برضه كاس العالم هيمشي شويه مع اللعيبه وممكن يغير في بعض سلوكياتهم ان شاء الله. هو كان يعني كاس عالم نجح من كل النواحي بصراحه. بصراحه رائع يعني. حاجة جميلة. زعل انه ما خلص بصراحه، كان كل يعني يوم عنده وجبه دسمه بيتفرج عليها، حتى لو مش هيتفرج يقول لا في بعد بكره في مباراه مهمه نتفرج عليها. يعني سبحان الله كمال لله وحده، لكن ما تقدرش تطلع فيه غلطه. يعني الغلطه الوحيده لما نزلت او نزل مشجعين في الاخر، وحتى كمان الجمال الحضاري بتاع المصورين ما حدش اساسا جابهم. برافو عليك، هي دي حد جابهم. برافو عليك، هي دي النقطه. يعني انا سعيد ان حضرتك بتقولها، احنا ما حسيناش بيها. بالظبط، يا دوبك الكاميرا جت عشان كانت لايف، بعد كده جهدوا عليهم خالص يعيد لك بقى في كوره ثانيه عبال ما خرجوهم، وبرده خرجوهم بطريقه كويسه. وبعد كده الراجل استكمل المباراه ومفيش اي نوع من انواع الاعاده عمل الثاني. بالظبط، يعني احنا كنا شيء هنا مش بلاش هنا يا في الدول العربيه يعني بعض الدول العربيه يعني كنا نصور. لا وبعد كده بقى تلاقي الناس نسيت احداث المباراه يجيب لك اللقطه دي. طب ده احنا عندنا 99 ايجابيه، يعني حتى لو في حاجه سلبيه مش مشكله. بالظبط، وطبعا كان كاس عالم نجح من كل المقاييس بصراحه. يعني دي ابرز الحالات التحكيميه يا كابتن. بالظبط، هو الراجل نجح النهارده، مباراه سهله، النتيجه سهلت له، اللياقه البدنيه بتاعته عاليه، في تفاهم مع المساعدين، في سلوك لعيبه محترم. لازم المباراه تنجح مع اي حكم بصراحه. اي التقنيات اللي بيستخدموها بره او اللي استخدموها في كاس العالم الفيديو اسيستد ريفري الفي ار دي متنقله ولا ثابته؟ بمعنى الادوات؟ لا دي طبعا المعدات. كويس. الاتحاد الدولي محدد 6 شركات حول العالم بس هم اللي يستخدموها. ولازم تبقى كاميرا محايده. يعني ايه كاميرا محايده؟ دي ما تبقاش تبع نادي. لا دي تبع الاتحاد. تبع الاتحاد، حتى مش تبع التلفزيون. لان ليها مخرجين، ليها ضبطه كاميرا معينه تتحط في الملعب. اعتقد انها صعب تطبق في مصر دلوقتي. لا انا قصدي الحجرات اللي بنشوف فيها المعدات الاستوديو دي. الاستوديو ده نفسه ده ثابت ولا متنقل؟ لا ده الاستوديو يا كابتن ميدو ثابت في الاستاد بالمعدات اللي فيه. يعني كل استوديو فيه اوضه بتاعت الفار اللي هي الفيديو اسيستنت ريفري. ده متكونه من فيديو اسيستنت ريفري. احنا يعني احنا عندنا ريفري ده الحكم تمام. الاسيستنت ريفري الاسيستنت ريفري ده مساعد الحكم. راحوا زودوا حاجه بقى فيديو اسيستنت ريفري، عشان كده بيقولوها مره واحده ايه الفار تمام. انما بره بيقولوا عليها في اي ار، يعني كل حاجه برضو بتختلف. يعني بفندينها في اي ار. بالظبط. فده لا ده الكاميرات موجوده في الاستوديو اللي هو موجود في الاستاد. لو كنا نتفرج بيبقى فيه 3 حكام عباره عن حكمين ساحه قاعدين في الاستوديو وهم حكم مساعد. بيبقى وراهم يا كابتن ميدو في حكم رابع. الحكم الرابع ده حكم من حكام بتوع المونديال. ده بيبقى يعتبر زي المخرج اللي يقول لهم لا بصوا على الكره دي، عيدوا الكره دي. ده فيلم كبير. فيلم كبير بس انا كنت يعني انا كان وجهه نظري لازم الحكام يا كابتن دول اصلا الحكام اللي بتوع الفيديو دول رايحين فقط للفيديو. يعني دول مش هيشاركوا في البطوله. يعني مش هيشاركوا في اي نوع، هم رايحين كده ولا هيتمرنوا ولا حاجه. دول مختارينهم كده. دول مختارينهم ك تصنيف تاني. لان التصنيف الاول هو الحكم اللي بيلعب. تمام. انا هسالك سؤال دلوقتي، ما عندك أنا واحد انت عايز تقول لي بس قول لي عشان الساده المشاهدين. عشان الساده المشاهدين لازم هيفهموا اللي انا بقوله. كان لازم اللي بيبقى موجود في الاستوديو ده واحد خبرته اعلى من اللي جوه. بالظبط.
ده لانه ده اخطر واحد صاحب قرار. برافو عليك. لان ده ما يحملش الحكم خلاص بيقول له دي وجهه لا اصل هو في قانون كره القدم يا كابتن 17 ماده بيقول لك اذا كان في راي الحكم، انما كان لازم اللي في الاستوديو يبقى واحد عنده خبره اعلى من اللي جوه مقنع للحكم. بالظبط. يعني ما تنفعش يا كابتن انت كلاعب كوره لعبت دولي وفي انديه كبيره ما ينفعش واحد بيبقى اقل منك مستوى هو اللي يكاتشن عليك. ما هتبقى صعب، انت مش هتبقى مقتنع باللي بيقوله. فهنا اعتقد كان الاتحاد الدولي واعتقد الفتره الجايه ياخد باله منها، لازم اللي بيبقى في الاوضه دول لازم يبقوا على مستوى عالي جدا من الخبره. انا كنت اتمنى ممكن يجيبوهم من الحكام المعتزلين. لا اصل مش بيبذل مجهود، ده بيتفرج على كوره. والدليل على كده يا كابتن في الحاجات التثقيفيه للحكام لما بتتفرج على مين اللي بيحلل حكم قديم زي مين اللي بيحلل المباراه في الدوري. مش جري، انا اتفق معاك تمام مفيش جري، ده بالعكس موضوع خبرات بس. برافو عليك. هي دي الكلمه خبرات. اعتقد التحدي الاولي كان ركز فيها شويه. اعتقد كان ممكن يوصل لنقطه زي دي، يجيب ناس من اللي لعبوا كاس عالم اللي هم مشهودين بالكفاءه. مش محتاج جري، احنا محتاجه خبره وتراكم ماتشات عندك في الذاكره بتاعتك تقدر تحسب الكره وتقدر تساعد الحكم اللي جوه. يعني تفتكر يا كابتن سمير المستوى التحكيمي اللي ظهر بيه الحكام الحكم الجزائري النهارده مصطفى غربال، ده هيستمر المستوى التحكيمي ده؟ يا رب. ولا برضو في الاخر هنتفاجئ بحاجات غريبه؟ بص يا كابتن هيستمر لسبب بسيط. النهارده مصطفى بيلعب ماتش جامد. خلي بالك الماتشات بتاعت مصر اي حكم بيجي افريقي بيلعب للاهلي او الزمالك ده ماتش مهم جدا ليه. بالظبط. يعني هو خلي بالك في وسط الحكام تلاقيه سعيد، يعني ممكن طقم الحكام الجزائريين جالهم ماتشين ثلاثه. بالظبط. اهم ماتش ليهم هو الماتش اللي في تونس او في ماتش في مصر. بالظبط. وكمان اما مصر يلعب للاهلي او للزمالك ده زمان البلد كلها بتتفرج عليه. يعني انا بقول لك عن ثقه، يعني لما كنا بنلعب بره في الدول العربيه ما بتصدق تلاقي في فرقه كبيره بتلعب لها زي الترجي زي النجم زي الجيش الملكي وهكذا. الراجل ده طبعا عمل مباراه مهمه في وسط الجمهور برضو مصر والنادي الاهلي نجح فيها، اعتقد دي هتدي له دفعه. واعتقد خلال اسبوعين او ثلاثه بالكثير الطقم ده هيتكرر في مباراه افريقيه جايه ان شاء الله. يعني نتفائل. لا انا سعيد طبعا بالطقم ده وكمان بعد الحالات اللي مسكوها الاتحاد الافريقي للتحكيم الحكام المتلبسين بروشاوي والبلاوي السوداء اللي احنا شفناها دي. للاسف في مجموعه فيهم انا كنت اعرفها كويس وحكمت معهم قبل كده، بس اللي يمكن كنت اتخيلهم وحكام برضو في مناصب كويسه في بلدهم، في دكتور في مهندس، بس حاجه تحزن بصراحه. الفلوس بتعمي، يعني السمعه احلى. احنا الحمد لله رب الحمد لله. يعني مش عايزين نتكلم بقى عن موضوع الفلوس بقى، خلي الكلام بيني وبينكم. فلوس كتير يا كابتن. كابتن سمير شكرا جدا. شكرا كابتن ميدو، متشكر على حضرتك. ان شاء الله دايما معانا كده ودايما مبسوطين ودايما فرحانين ودايما الاهلي دايما في العالي. وانا قلت لحضراتكم اشكر طبعا كابتن سمير يعني الحكم الدولي السابق على هذه التغطيه المميزه، مع ان احنا ما عناش حاجات فيديو لكن حاولنا نوضح على قد ما نقدر. شكرا جدا كابتن سمير. شكرا. قلت لحضراتكم في الاول ان الاهلي لا يعرف المستحيل، سهوله الماتش صعوبه الماتش احنا ما فيش الكلام ده خالص، لكن الحمد لله الاهلي اقنع بنسبه 70% النهارده مع باتريس كالترون الجماهير ان في حاجه ان شاء الله مميزه جايه في الطريق، وان شاء الله الاهلي هيتخطى عقبه الفريق البتسواني مره ثانيه ان شاء الله في المباراه القادمه. كل التوفيق وكل الامان للنادي الاهلي، والف مبروك دايما ليكوا ودايما حما النادي الاهلي. نوروني وبتشرفوني وتصبحوا على الف خير.